السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. خروج الدم عند قلع الضرس، البعض عنده ظروف صحية، الأسنان كيضروه، استعمل جميع المسكنات لكن منفع منه والو، فكان العلاج هو قلع الضرس. ملي كيقلع الضرس كيخرج الدم، هل هذا الدم اللي كيخرج غادي يكون افطر الصائم؟ القول الراجح انه لا يفطر الصائم، الدم الخارج من الضرس لا يفطر، لكن بشرط دائما، الشرط هو انه لا يبلع الدم، لا يبلع الدم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.